ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، الذكرى 51، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 40 بمناسبة هذا النصر العظيم. فدائما عندما يحل شهر أكتوبر تحل معه نسائم الانتصار والعزة والكرامة. الندوة التثقيفية التي يشرفها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحضور لكي نتذكر معا ونستلهم معا روح أكتوبر بكل ما فيها من قيم ومبادئ حقيقية بتعكس إرادة الشعب المصري، عظمة هذا الشعب الذي التف حول قواته المسلحة وحول قيادته الباسلة. صباح الخير يا نهى. صباح الخير. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة وبخير، وكل سنة وحضراتكم طيبين. مشاهدينا الكرام، يوم جديد نستلهم فيه عظمة هذا الوطن بحضور وتشريف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نشهد مع حضراتكم فعاليات النسخة 40 للندوة التثقيفية للقوات المسلحة. وفي الحقيقة الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بتأتي متزامنة مع الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. ولما بنتكلم عن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بيكون ليها في الحقيقة طابع خاص ومذاق خاص، لأنها دايما بتفكرنا وبتذكرنا بأبطال وتضحيات وقصص فداء عظيمة، وكمان بتفكرنا بحقب زمنية في تاريخ مصر فارقة ومهمة للغاية. فعلا حقب زمنية فارقة ومهمة. وبالمناسبة اللي ذكرتيها يا نهى، الحقيقة يعني بنقدم كل التحية وكل التقدير للزعيم البطل الشهيد الزعيم الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام. كان بالفعل له رؤية عبقرية سبقت عصره في هذه الفترة تحديدا، لأنه استطاع أنه يحقق النصر العظيم لشعب مصر، وذلك أمام كل العالم، ليس فقط أمام الوطن العربي أو أمام الأمة والمنطقة فقط، ولكن أمام العالم أجمع. كذلك أيضا سعى لاسترداد الأرض ونجح في استرداد الأرض، ثم بعد ذلك نجح أيضا في تحقيق السلام الذي نعيش فيه الآن. استطاع أن يحقق السلام والاستقرار الذي تنعم به مصر حتى الآن. كل التحية والتقدير للزعيم الراحل محمد أنور السادات، كل التحية والتقدير أيضا لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموها فداء لتراب هذا الوطن للحفاظ على أمنه واستقراره، وكل التحية والإعزاز والتقدير لأسر هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأغلى من لديهم، الأب والأخ والابن والزوج، وتحملوا قسوة الفراق وقسوة الفقد، وذلك في سبيل تراب هذا الوطن والحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن ومقدرات الشعب المصري. صحيح، ودايما بنجد أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على حضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وحريص أيضا على تكريم عدد من أبطال القوات المسلحة. هذا الأمر بيترك عظيم الأثر في نفوسهم وكمان في نفوسنا جميعا. في الحقيقة يعني لازم من هذا المكان، من خلال هذه الندوة التثقيفية، أهنئ القوات المسلحة المصرية الباسلة، أهنئ شعب مصر العظيم اللي بيحتفي بانتصارات 6 أكتوبر 73، هو اليوم الذي تحول فيه الجرح العميق للأمة المصرية إلى انتصارات وإلى كبرياء، وقدرت مصر تعبر الحاجز المنيع إلى مستقبل مشرق، إلى أمل كبير في الحقيقة لأمة بتستحق. وزي ما قلنا مشاهدينا، ودايما بنكرر في أي مناسبة، أنه صحيح انتصارات أكتوبر عظيمة ودايما حاضرة في نفوسنا وفي أذهاننا، لكن كمان لازم دايما نفتكر ونتذكر جميعا الأحداث اللي احنا عشناها كجيل حالي في 2011 و2013 وما قبلها من سنوات، واحنا بنحارب الإرهاب الأسود، مكافحة والقضاء على الإرهاب. مشاهد وأيام كانت صعبة للغاية، لا تقل أهمية عن حرب أكتوبر. وزي ما انتصرنا في أكتوبر 73، انتصرنا في مكافحة الإرهاب، ورجعت سينا الغالية علينا مرة تانية نظيفة من الإرهاب يا ريهام. بالفعل سينا الغالية على قلوبنا جميعا قدرت مصر الحقيقة أن هي تحافظ عليها، وقدرت أن هي تستردها، بل وأيضا تسهم في تنميتها، وأيضا العمل على تعمير هذه البقعة الغالية من أرض الوطن. الحقيقة مصر قدرت أن هي تحقق معادلة في منتهى الصعوبة في ظل ظروف بالغة الدقة. مصر
استطاعت أن تكون رمانة الميزان في المنطقة، واستطاعت أيضا أن تكون هي مركز وثقل للأمان والاستقرار، حققت الأمان والاستقرار، وكذلك أيضا استطاعت أن تحقق نقلة تنموية عملاقة في كل ربوع هذا الوطن، في كل محافظات الجمهورية جنبا إلى جنب، معادلة في منتهى الصعوبة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بل والمنطقة بأكملها. وبالتالي بنجد أن كل دول العالم دائما ما تنظر بعين التقدير لمصر وهذه التجربة المصرية في التغلب تماما على الإرهاب ومكافحة الإرهاب، وكذلك أيضا في تحقيق الأمان والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب المصري، بالإضافة أيضا إلى النهوض بالمجتمع المصري من خلال المشروعات التنموية العملاقة التي نشهدها في كل القطاعات في مصر.